انا جاتيغو اموجو دلمان سكرتير الاعلام والمعلومات بالاقليم ومساعد الامين العام للحركه الشعبيه اقليم جبال النوبه للثقافه والاعلام والناطق الرسمي باسم الاقليم. ما جرى في الحركه الشعبيه خلال الفتره اللي فاتت في جوانب كثيره ما معروفه للرفاق ولوضعيه الحركه الشعبيه ولا حتى للميديا وللمجتمع الاقليمي والمجتمع السوداني. لطبيعه الحركه الشعبيه اللي هي طبيعه بتتعامل مع الحاجات بشكل يعني فيه التزام تنظيمي عالي جدا ونحن سكتنا زمن طويل لعدم يعني الدفع بمزيد من التفاصيل. عمل انه القياده المقاله تكتفي بما تم وتقبل ما تم باعتباره عمل ديمقراطي عادي. هم ما زالوا اعضاء في الحركه الشعبيه وبامكانهم ان يظلوا اعضاء في الحركه الشعبيه والتغيير بتاع القياده ده ما ممكن يتوصف على انه هي انقلاب، لكن انا بحاول بقدر الامكان اوضح بعض النقاط. اولا في معلومه كثيره عند الناس بيفتكروا انه الامين العام والرئيس ونائب الرئيس هم معينين من قبل رئيس الحركه الشعبيه لتحرير السودان في الحركه الام برئاسه كوموندا سلفا كير ميار ديت. الحاجه ما تمت انه المكتب السياسي للحركه الشعبيه يوم 14 شهر 2 عقد اجتماع في جوبا ووضح من خلال العمليه بتاعت التصويت واعلان الرسمي للنتيجه انه الجنوب ذاهب الى الانفصال اللي هو كان النتيجه وضحت في 14/2/2011. وبالتالي الرفيق رئيس الحركه الشعبيه المقال والامين العام للحركه المقال وقتها ياسر ارمان والرفيق كوموندا عبد العزيز ادم الهيلو كانوا هم ما تبقوا في الترتيب القيادي للحركه الشعبيه. مالك في مؤتمر بتاع 2000 ومايو 2008 هو كان نائب رئيس الحركه الشعبيه رغم انه النيابه زياده كانت نيابه ثالثه يعني اذا انت ممجرتك، لكن اعتبر انه كان هو نائب رئيس الحركه الشعبيه. وكذلك الرفيق كوموندا عبد العزيز ادم الهيلو هو كان سكرتير الشؤون السياسيه والتنظيميه وفي نفس الوقت هو رئيس الحركه الشعبيه في جنوب كردفان جبال النوبه وبعد ذاك الرفيق ياسر كان هو نائب الامين العام. والمنصب بتاع نائب الامين العام ده ما منتخب، المنصب ده معين. دي حاجه برضو الناس يعرفوها انه المؤتمر بتاع 2008 انتخب الامين العام للحركه الشعبيه، اعطى الثقه في الامين العام للحركه الشعبيه باغانا مون وباغانا مون من ضمن المعينهم اي النواب لو في قطاع الشمال ياسر واي انيتو نائب للامين العام للقطاع بتاع الجنوب. الحاجه دي مهمه في شنو؟ مهمه الامين العام المقال في حاجات كثيره جدا في بيانات كثيره قاعد يقول انه هم منتخبين، يعني رئيس الحركه الشعبيه سلفاكير ما اين الثلاثه نفر دي لانه يكونوا قياده انتقاليه للحركه الشعبيه لهين لانعقاد المؤتمر، لكن هم طلبوا من الرئيس من سلفا انه يعملوا سلفا طلب منهم انه يعملوا مؤتمر بعد 6 شهور من انفصال انفصال جنوب السودان. فال مفترض من شهر 2 المؤتمر يتعمل في شهر 10. المؤتمر في شهر 10 في 2011 يتعمل مؤتمر للحركه الشعبيه شمال عشان ينتخب قياده وينتخب مؤسسات قوميه، الا انه الامين العام عطل كل المؤسسات. اول حاجه حل مجلس التحرير القومي اللي هو ما حلوه لسبب انه هم ما كانوا موجودين عشان هو يحلهم، لكن حل بقيه المؤسسات الموجوده في الحركه الشعبيه، وقل مجلس التحرير القومي اللي هو مكون من 13 ولايه في الشمال ممثلين بسته عضو ومكونين من 12 في المنطقتين في جبال النوبه وفي جنوب النيل او في النيل الازرق باعتبار انه الولايات دي كانت تابعه لقطاع الجنوب والنسبه بتاع قطاع الجنوب كان اكبر، ولذلك الرفاق ديل هم كانوا اعضاء مجلس التحرير القومي المنتخب في 2008. طيب الترتيبات اتقامت دي كلها اتعملت في غياب الجسم الدستوري اللي هو مجلس التحرير القومي المنتخب اللي هو مفترض القياده بتاعت الحركه الشعبيه تستئن به لهين انعقاد المؤتمر القومي وفقا للمرجعيه اللي هم قاعدين هسه يحششوا بها يقولوا يا اخي سلفا عينا.
اللي حصل كالاتي، هم أطلوا المؤتمر، الظروف مواتية بعد 2012 كافة الظروف مواتية لقيام المؤتمر. هم أطلوا المؤتمر لأسباب معروفة ومعلومة بالنسبة لنا إحنا في جبال النوبة وبالنسبة للرفاق في النيل الأزرق، أنه ياسر بيفتكر أنه إذا تقام المؤتمر قبال يكون في تسوية سياسية، المؤتمر ده الأغلبية بتاعته هتكون من الإقليمين، وبالتالي هو عايز يحشد المؤتمر بوضوية حشة للحركة الشعبية، وبالتالي الوضوية دي يعني تقدر تحافظ على الوضع بتاعه التنظيمي اللي هو ممكن يبقى رئيس للحركة الشعبية وفقا للحاجات ده. عشان كده نحن قد تكلمنا لأنه يا أخي في نسب بتعمل مؤتمر ونتقسم النسب بتاعت المؤتمر، هو كان بيتكلم على أنه لابد أنه قطاع الشمال يحتفظ بأكثر من 60% من وضوية المؤتمر، والكلام ده طبعا من الناحية بتاعت حركة تحرورية حاملة للسلاح أصلا هي هتقوم للفكرة بتاعت المناطق اللي فيها الحرب، المناطق المحررة ووضوية بتاعت المناطق المحررة هي الوضوية بتاعت الحركة الشعبية. في المنطقتين الحركة قامت على زي ما الحركة قامت للجنوب، دي الحركة في النسخة الثانية من الحرب بتاعت 6 يوليو. طيب ليه مجلس التحرير بتاع الإقليم بتاع جبال النوبة اتخذ قرارات؟ الناس قاعدين يقولوا طوال القرارات دي ما قرارات ما يندو الحق الدستوري والكلام ده. الكلام ده ما صحيح. اولا حاجه ما في اي جسم قومي للحركه الشعبيه ما عدا المجلس القيادي القومي، والمجلس القيادي القومي مكتوب في الدستور بتاع 2013 هو مكون مفترض يتكون من 19 نفر. طيب هم عينوا 11 نفر النيم بالاسم من 1 ل 11، وفي عضو رقم 12 وصفوه في القرار بنقط نقط. طبعا دي برضو انا بفتكر انه دي ظاهره مفترض وسابقة ذات الدستورية ومفترض تدرس. في الآخر اكتشفنا أن النقط نقط دي رفيقة ازدهرجمة لأنه كانت موجودة في الخرطوم، فاحتفظوا لها بالنقط نقط بعد ما تطلع من الخرطوم تبقى عضو للحركة للمجلس القيادي القومي. طيب 12 نفر من 19، المجلس ده ما مكتمل، وبالتالي ما طالما هو ما مكتمل من الناحية الدستورية هو ما يقلوه أنه ذاته يتخذ قرارات زي الطابع يعني دستوري، لانه هو ما تم اكماله ده من الناحيه الدستوريه، وبالتالي بقى ما في مؤسسات قوميه للحركه الشعبيه. طيب في سونيه مسبقه من الامين العام المقال ورئيس الحركه الشعبيه، كيف مجلس التحرير في اقليم جبال النوبه طلب انه دار ينعقد في دوره عاديه ودار يناقش قضايا استراتيجيه متعلقه بانه يعني ما هو الهدف الاستراتيجي من عملية التفاوض؟ التفاوض مرح بين القرار 2046 أشار لأنه يحل النزاع في المنطقتين، وبالتالي لابد أنه المنطقتين تكون سبب أساسي في سبب هي سبب رئيسي في الموضوع بتاع التفاوض. طيب كيف من هنا ما نناقش الوضع بتاع التفاوض؟ طلبنا أنه نناقش الهدف الاستراتيجي من عملية التفاوض وبعض القضايا ونشوف أداء المؤسسات بتاعت الحركة الشعبية. طيب ليه نحن استندنا؟ عندنا الحق، مجلس التحرير عنده الحق، مكتوب في المادة 15 الفقرة ها أن المؤسسات الإقليمية تقوم بنفس مهام المؤسسات القومية للحركة الشعبية. وفي ناس كتار جدا قالوا الدستور ده مهيب واعترضوا عليه، والرئيس والأمين العام أصروا على الدستور ده وجنت على نفسها براقش. يعني لو كان أدلوا الفقرة دي في الدستور كان ممكن إحنا نتكلم هسا أنه مجلس التحرير ما عنده الحق الدستوري، لكن هم مرروا الرخطة ده ومالك بنفسه وقع على الدستور، وقد وقع على الدستور في قيام المؤسسات القوميه، وفي حق في الماده 15 فقره بيدي مجلس التحرير القومي. في ناس كتار بيقول لك يا اخي بديم قال فيما يتعلق بقضايا، ما في كلام زي مكتوب في الدستور، الفقره واضحه قال انه يا اخي نفس المهام بتاع الاجهزه الاقليميه هي دي مهامها في الاجهزه القوميه. الكلام ده واضح جدا، لا هي زول بعرف عربي مكتوب كده بالعربي الدستور ده لسه ما ترجمه، عشان ما في زول يا خالد يقول الدستور ده ليه كاتبينه كده. طيب بعد كله المجلس ده ليه هم ادوا الشرعيه نفسهم؟ رئيس الحركه الشعبيه جاب رساله صوتيه وخاطب المجلس، نائب رئيس الحركه الشعبيه خاطب المجلس، الامين العام حاول يخاطب المجلس ياسر، اردو رسل لسليمان جبونه قال له يا اخي ياسر دار يخاطب المجلس لكن قال دار يستمع لكلام مالك اول وكلام عبد العزيز، ونحن اعترضنا كنا كلجنه بتاع الترتيب لمجلس التحرير، نحن سكرتاريه بتاع مجلس التحرير،
بحكم الموقع بتاعنا التنظيمي. اعترضنا قلنا يا اخي من حيث التراتيبيه التنظيميه. الامين الان مفترض يقدم خطابه اول. يقدم خطابه اول يخاتم مجلس التحرير ثم نائب الرئيس ثم رئيس الحركه الشعبيه. لكن ياسر بعد ما عبد العزيز اتكلم وجات رساله مالك ياسر عايز يتكلم نهى رفضنا طبعا من الناحيه التنظيميه. وقلنا له ينتظر يا خاتم الجلسه الختاميه للمؤتمر لانه الموضوع ده من الناحيه البروتوكوليه في اليوم الاول اللي افتتح المؤتمر خاطئ. ونحن ما ممكن نقع في خطأ بروتوكولي زي ده. فقلنا خلاص يا اخي نائب امين العام مع الرئيس مره اخرى ممكن يخاطبوا الجلسه الختاميه. طيب قبال الكلام ده كان نحن عندنا ورشه لقضايا الاستراتيجيه. عندنا 12 بند فيها تقرير المصير، فيها الموقف من التفاوض، فيها وضعيه يكون موجود لمده 20 سنه وداير يخلي يكون في جيشين ما داير يتخلى عن الجيش. والكلام ده ما بقى من نفسه. الكلام ده قالوا ياسر ومالك ومسجل. قال ما بقى من نفسه وما في زول في المؤتمر الوطني وفي الحكومه بتاعت الخرطوم بيقبل انه يكون في جيشين. يا سلام. طيب امداك هم قبلوا في نيفاشا؟ هم قبلوا مع الضغوطات، ما النضال ليه وخلاهم قبلوا والضغوطات الدوليه دي خلتهم قبلوا. طيب انتوا بتناقشونا نيابه عن المؤتمر الوطني؟ ولا بتناقشوا تشيلوا اعمالنا وتطلعاتنا وتناقشوها مع المؤتمر الوطني انتوا كقياده؟ قالوا لا الموضوع ده المؤتمر الوطني ما بقبل به. قالوا هنا ثاني مختلفين مع عبد العزيز في حق تقرير المصير. ما دارين فيه نقاش، مالك قال ما دارين فيه نقاش، والموضوع ما بقى من نفسه، وانا ما معاكم في حق تقرير المصير. طيب يا اخي انت ما معانا في الجيش. انه يكون موجود عشان يكون ضامن للاتفاقيه وضامن لموضوع بتاع بناء الثقه وضامن الجيش ده لانه يقعد لغايه ما نحن نتاكد انه كل البنود اتفقنا عليها في الاتفاقيه تم تنفيذها مع نظام متجيز ومستبد. وبيستمد الشرعيه بتاعته من مشروعيه العنف، كيف نحن نقعد بدون سلاح مع نظام زي ده؟ طيب وانت ما داير حق تقرير المصير كحق اقرت به كل المواثيق الدوليه وكل القوى السياسيه في السودان معيده، كل القوى السياسيه المستنيره قعدت في مؤتمر اسمر للقضايا المصيريه وايدوا حق تقرير المصير وعدوا الجنوب. ويا سلام برضه انتوا كنتوا وين؟ مالك وياسر ديل اديتوا الجنوب، الجنوب ده مشى، الجنوب ده فيه 70% من الموارد بتاعت السودان في المنتجات البتروليه وفي 30% من الشعب بتاع السودان خليته مشى. طيب يا اخي الاخلاق اللي ادتكم والمبدا اللي خلاكم تخلوا الجنوب يفرتك ده ما تخلونا نفرتك يا اخي. وده منو قال لكم اننا ذاتنا مفرتكين؟ يا اخي احنا دايرين نتكلم عن حق حتى في صقوفات التفاوض. انت ما ممكن تتكلم عن حكم ذاتي وقبال ما تتكلم عن اللي داير حكم ذاتي ما ممكن تتكلم عن حكم ذاتي. لكن لا لا الحاجات دي ما تتناقش. سالناهم قلنا لهم يا اخي اتفقتوا مع جهه؟ اتفقتوا مع جهه انه الحاجات دي ما تناقش ورونا. قالوا ما في جهه متفقين معها. طيب انتوا كده حاجه ما متفقين معها ليه ما تناقشها؟ الكلام حسنا قاعدين يقولوا ده كله ما صح. هم قالوا حاجات الاثنين ده ما يتم يناقش. قلنا لهم انتوا اختلفتوا مع عبد العزيز في الحاجات الاثنين؟ قالوا اي. قلنا لهم خلاص انتوا اوتوماتيك اختلفنا معاكم. لانه احنا عايزين جزء ده مكتوب في الوثائق بتاعتنا من المنافسه دارين تقرير المصير. لان احنا دارين تقرير المصير. الدوله دي فيها اباده ثلاثيه الابعاد للشعب بتاع جبال النوبه والنيل الازرق. اباده سياسيه، اباده جسديه، اباده ثقافيه، اباده للبود بتاعنا الديني. بشير في قضارف قال انا ما داير ضغمسه، ما داير ما داير وما داير. وقوة سياسية كثيرة متماحية مع الخطاب بتاع البشير. ونحن عندنا معلومات انه صادق المهدي كلم في الخرطوم، موجود في الصحف بتاعت الخرطوم مكتوب الكلام ده ما في زول بنكره، انه هو قام بمهمة وطنية. وكيستعلون المهمة الوطنية بتاعتك شنو؟ قال اقنع الحركة الشعبية انه تتخلى عن السلاح. الصادق ده قابل منه في الحركة الشعبية؟ الصادق ده ما قابل ثلاثة نفر في الحركة الشعبية، الزمن ده كله قاعد يقابل ثلاثة نفر. قاعد يقابل ياسر وبقابل مالك وبقابل اردن. والمجموعه البسيطه القديمه ما هو ده جا المناطق المحرره لما يتكلم عن الكلام ده. وما ممكن زول في قامه الامام الصادق المهدي ما ممكن يتكلم كلام ساكت اذا ما هو حصل فيه تفاهمات حقيقيه. والصادق المهدي ما ممكن يتكلم عن كلام زي ده ويقول هو اقنع الحركه انه تتخلى من السلاح اذا ما لقى ما يفيد من قياده الحركه الشعبيه. ما ممكن يصرح زي ده. وبالتالي نحن سالناهم انه يا ما انت قلت كده للصادق المهدي؟ سكتوا ما جاوب ولا بنام ولا بلا. وكل المعلومات المتوفره مننا والمحضر المسرب اخيرا هسه اكد لنا الكلام ده. طيب يا جماعه ناس ولا دايرين لنا تقرير المصير؟
ولا بس حتى مبدعانه يناقشونا فيه وما عايزينه ولا دايرين يخلوا الجيش ده موجود عشان يحمل اتفاقية والاتفاق ده ديل يكونوا قاعدين في القيادة بتاعت الحركة كيف مالينا ما ممكن نقبل عشان حقوقنا دي كلها تضيق كلام حسن هم بيقولوا ده كله عبدالعزيز دي إرادة الشعوب التي لا تقهر هي جابة عبدالعزيز وما في زول في القيادة بتاعت الحركة الشعبية ممكن يميل على الرفاق وعلى المناضلين والمخاطلين هنا يقول لهم عملوا كده ولا حتى عبدالعزيز عبدالعزيز ما قال أنا جاي قال أنا ما حايز أشتغل مع الجماعة ديل ما دايرهم قال تعاكل عنصر الصيغة لأنه ناس ديل ما أمينين الكلام ده نقل مالك قاله بنفسه أنه عبدالعزيز قال له يا أخي أنت ما أمين ما أمين ليه لأنه عبدالعزيز قال لهم أسحب الورقة اللي قدمتوها لوفد التفاوض ومالك اتفق مع عبدالعزيز أنه يسحبها وكده يا ياسر وجوا وفد التفاوض وعملوا البريف قدام ياسر مالك أبي يسحب الورقة ونط من الكلام اللي قاله لعبدالعزيز أنه ياسر مجرد ما جاء من وفد التفاوض أنا حيكلمه وحسي يمشي يسحب الورقة وما سحبه ده في وعدم احترام طيب هم ما احترموا كمان ده عبدالعزيز نائب رئيس الحركة وبالوضع بتاعه ده وبالشخصية بتاعته ده بالنضالات اللي قدموها دي دارين احترموا الشعوب دي كيف هم ما احترموا الشعوب بتاع جبال النوب والنيل الأزرق ودارين يستخدموا الشعوب دي كحصان طروادة يصلبوا السلطة ما هدف من القصة دي انه يعني دارين يخوضوا تنظيم نحن التنظيم ده ماشي انه ما صادرنا ادوات نضال الناس بتكلم هسه في الاسفير وبتكلم في الجروبات وبتكلم عن شعب النوبة وكده وبتكلم عن القوميين النوبة هنا ما صادرنا ادوات نضال اي زول بامكانه يمشي يفتش سلاح ممكن نحن نديه خليه يمشي في قابات كثيرة حتى في قابة بتاعت دجانجو قريبة لمقربة قاعد فول بشير اي زول يمشي يناضل ما صادرنا ادوات نضال لزول وما استخفينا بالنضالات بتاع الزول ولا اسينا للشخصية بتاع الزول نحن عندنا نضال مشترك وعندنا قضايا خاصة بينا نحن شلنا السلاح عشانها ما شلنا السلاح مجامل نحن شاكلنا كم نظام قبال البشير ما شاكلنا انظمة تانية معنى ده المشكلة قائمة بتاعت السودان واي زول لو قاعد في الخرطوم ده ولسه ما احترم الخصوصية بتاعتنا الدستورية والثقافية والاقتصادية استيل لسه بنشاكله حتى لو جبناه ونحن زادنا في الحركة الشعبية وصلنا السلطة فالحاجة اللي انا عايز انه الناس كلها يفهموها انه جماعة التمرين ديمقراطي تم ازل الرفاق ديل لسببين هم تقلوا عن حاجتين اساسيات بالنسبة لنا نحن في النضال بتاعنا ده كله اللي هو السلاح والموضوع بتاع تقرير المصير حتى مجرد مناقشته وبالتالي الرفاق اللي بيتكلموا نحن لسه في المشروع لسه في الرؤية بتاعت السودان الجديد لسه دارين سودان جديد الماني ديمقراطي على اسس جديدة دارينه لسه قاعدين نحتف في قودة وفي تروجي وفي يابوس وفي نقولو وفي المناطق اللي كلها مسيطرين على ما زلنا نحتف انه نحن دارين حركة من تروجي لحلفة ومن نوملي لجنينة ما حنقصي زول وكل الرفاق من الشمال النيلي كنا على اتصال معهم من بداية الأزمة ووضحنا لهم كل الموجودين معنا ومساهمين في الثورة بتاعت التصحيح دي وهسه قاعدين وموجودين وهيشاركوا في المؤتمر بتاع الحركة وهسه موجودين بمساهمة بتاعتهم وبالنضالات بتاعتهم في اللجان بتاعت المؤتمر كله وهنا ما عنصريين الزول اللي بيتكلم عن انه النوبة عنصريين وكده ده الزول ما بعرف تاريخ السودان هنا في قوات دفاع السودان هي زول يمشي راجع التاريخ بتاع السودان ده هنا شاكلنا لشعوب تانية غير السودانيين ليل ذاتهم عشان ياخذوا الاستقلال بتاعهم ممكن يزول يمشي المتحف بتاع القوات المسلحة او يمشي يقرا لو التاريخ ده ما بعيد ممكن يمشي يشوفه فالقصة بتاعت الاتهامات دي حاجة نحن هنردها لا لكن لسه الزمن بتاعها ما جاء نحن عندنا كل الوثائق التأكد انه الرفاق ديل قزلوا العضوية بتاعت الحركة الشعبية وقزلوا الشعب بتاع المنطقة دي. والكلام ده ما قاعدين نقوله ساكت الزمن ما جاء عشان ندفع بالوثائق دي وعلى مستوى المؤتمر جزء من الوثائق هندشنا في المؤتمر بتاع الحركة الشعبية برضو ده بس فقط هي جزء منها ما كلها جزء منها عشان برضو بعض الناس اللي لسه يقولوا ولا بخيط السنين هم نطري من نضالات الناس كلهم ونضالات بتاعت القوى السياسية كلها مستعدين انه نعمل مع كل القوى السياسية في السودان
وما كل المستنيرين في السودان وما وانا مؤكد لكل شعب السودان انه نحن لسه ملتزمين بالفيجن بتاع الحركه الشعبيه ولسه نحن بننادي بسودان جديد والسودان الجديد ده هنشتغله كلنا بس نحن ما دارين الوحده على طريق الاونطه وما دارين زول يستعمل معانا الاستهبال السياسي استخدمنا كادوات زي وزي الانظمه صبغته في انه يصل بين السلطه في الخرطوم الكلام ده ما بعمل نفسه ما نحن عندنا القدره ووصلنا مرحله من الوعي والاستناره والادراك والقدره التنظيميه في انه ندير نخوض ناس كمان ما وطيب من الناس الزمن ده كله ناس خاضونا لين زول ما داير يصبر عشان الناس يقودوا انا حاسس لسه السؤال بتاعي قائم لكومريد ياسر ما كومريد مالك ليه ما دايرين يقبلوا هم بيتكلموا انه قام ده قالوا يا عزيز تنازلوا لعبد العزيز جونا هنا قالوا احنا بنتنازل لعبد العزيز طيب هسه عبد العزيز مين جبناه بيرات الشوب ليه ما دايرين القاده له ما قريب ده عبد العزيز كان قاعد تحت القياده بتاعت مالك ليه مالك ما داير يقبل يقود ليه ما دايرين يشيلوا التجربه بتاعت الرفاق في المؤتمر السوداني ما هو ابراهيم الشيخ هسه موجود لغايه هسه قاعد في المعتقل وهو ما رئيس للمؤتمر السوداني هو نزل من المساهمات بتاعته القدمة الكبيرة لإبراهيم الشيخ عشان يكون في قيادة جديدة طيب الشعب هسه قرر أنه كوموندا عبد العزيز يكون رئيس للحركة ليه باقي القيادة دي ما دارين يستجيبوا وليه بيفتكروا أنه دوره منتهى ما هم ممكن يكونوا قاعدين في القيادة بتاعت الحركة والقيادة دي اللي تبقى رئيس وأمين أم ده سؤال أول سؤال الثاني أنا بسأل كل الرفاق اللي قاعدين يشتمونا في الجروبات من رفاقنا في شمال النيل يعني هو شمال ده بس إلا ياسر أرمان ما قاعد معانا هنا محمد أحمد الحبوب موجود معانا طاهر محمد إدريس أبو جوقاده ياسر جعفر السنهوري قاعد معانا والقائمة تطول ليه دي الناس كلهم ما بثقوا فيهم وليه ما كلهم بيفتكروهم قيادة يعني بس القيادة دي تجلت وانحصرت في الشخصية بتاع الزول ما برضو نحن نكون ناس موضوعيين ومنطقيين يا كومريد وعشان نقدر نسوق القصة بالمنطقية وكده وبعدين ده منو قاعد في القصة دي ما هي أي زول ماشي ولابد انه زول يستعيد في انه نحن قاعدين نتكلم عن سودان جديد قاعدين نتكلم عن ديمقراطيه قاعدين نتكلم عن شنو انت الديمقراطيه قاعد تتكلم عنها وداير تمشي ترفع في سلاح وتشاكل بال بشير وتشيله من السلطه دي عشان هو ما زول ديمقراطي وهو زول مشروب بتاع الدكتاتوري انت تعالى نجي نعمل لنا مشروب بتاع الدكتاتوري جديد نحن تعالى نمشي نجيب لنا زول نجيبه على النمط الدكتاتوريين لابد انه يحصل يعني انتقال سلس للسلطه بعدين الكلام بتاع انه هم يمداك داير يتنازلوا طوعا ويجيبوا كومريد جاكود واحمد الامده وانور الهاج وينو كلام ده يا جماعه ما الناس ما يشتغلوا به ده طلع ساكت كلام ده ما حقيقي طيب اللي حصل شنو بعد الاجتماع بتاع الرئيس والامين العام المغال معاكم اتفقوا معاكم على حاجات معينه وبعد ما اتفقوا معاكم على حاجات معينه ثاني اللي حصل شنو؟ هم اتفقوا معانا بعد ما طرحنا لهم الكلام ده كله اتفقوا على انه هم عندهم استعداد يناقشوا معانا القضيه بتاعت تقرير المصير لانه كان دي القضيه الاساسيه والقضيه بتاعت الجيش هم تراجعوا عن الكلام بتاعهم ده في اصرار وجود بتاع الضغط بتاع مجلس التحرير هم قالوا خلاص هناقش معاكم القضيتين الحاجه الثانيه قالوا مالك بنفسه قال انا ما ماشي من هنا ده عشان الله باقي عمري ده كله من النضال اتمه في جبال النوبه لغايه ما يجي عبد العزيز ونناقش معه القضيه واتفقنا على انه اتفقنا كلنا حتى وقد مشوا قابلوا الجيش قابلوا الجيش يزول من رتبة مقدم لفوق قابلوا القيادة العسكرية قابلوا القيادة العسكرية في الاجتماع بتاع القيادة العسكرية ده اجتماع مطول يضروا من مقدم لفوق لثلاثة فرقة عسكرية ضباط بتاع ثلاثة فرقة زائد الوحدات الفنية كلهم حاضرين الاجتماع والاتفاق كان واضح ونحن اتفقنا معهم وشغالين معهم في اتفاق ده انه يا اخي انتوا جيتوا في زول قدم استقالة وفي الجيش الزول بيجيب البلاغ انت تسمع منه في زول جاب شكوى قال يا اخي انت عملت له واحد اثنين وهو قدم استقاله وهنا قلنا لهم خلاص يا اخي الزول ليه يجي ذاته يجي وانتوا تجوا تقولوا كلامكم ده وهو يقول كلامه والقياده السياسيه والقياده العسكريه اللي يقودوا كلهم يقيموا الكلام ده ويشوفوا منو الغلطان ده الحاجه اتفقنا عليها اتفقنا معاهم في الكلام ده وعملنا برنامج عمل وجنرال جوجوت عمل نداء قال اي زول حتى لو عنده علاقه شخصيه مع عبد العزيز يشتغل قد نظرا وضعه التنظيمي عشان كوموندا عبد العزيز يجي وكوموندا عبد العزيز كان عنده استعداد انه يجي طوالي عشان الناس يقول وجهه نظره قالها في الاستقاله المسببه
الجماعة دي مشوا قاعدوا في طبانة وطوالي طلعوا ورق وقلم وألقوا كل المؤسسات الدستورية اللي هم أيانوها ذاتهم أيانو إدارة مدنية أيانا مالك وأيان إدارة مدنية أي حزب في المنطقتين اللي المؤسسات دي كلها في فصل السلطات موجودة في الدستور هم أيانوها هم مشوا لغوها وعملوا إدارة أزمة جابوا جنرال رجاقوت قال لي ترئيس لإدارة الأزمة دي وأيانو أحمد الأم درغم أنه في النيل الأزرق ما في أزمة لكن هم ماشيين يعملوا أزمة في النيل الأزرق انت شايف الكلام ده نقطه برضو مهمه هسه في احداث في النيل الازرق هم بحاولوا كل وقت ثاني يشيلوا الاحداث دي بيقولوا بيقولوا دي بسبب الاستقاله بتاعت عبد العزيز الكلام ده ما صح الاسباب الاحداث اللي حصلت في النيل الازرق عندها عاملين العامل الاول في تراكمات بتاعت قبن ومظالم ثقيله جدا لانه النيل الازرق فيه 19 مجموعه اثنيه السلطه كلها مالك بيستعصر على السلطه والثروه طوال مسيره النضال دي للاسره بتاعته في المجموعه الاثنيه الواحده وبالتالي في تراكمات بتاعت قبن طويله موجوده في النيل الازرق ومالك بيتعامل مع النيل الازرق على طريقه ارهاب طيب هو مش عمل اداره ازمه وما في ازمه كان في النيل الازرق الازمه كانت لو وجدت دي بين مجلس التحرير كمستوى تنظيمي والمؤسسات القوميه للحركه اللي بودها النيل الازرق وداها مالك اصدر قرار ينفيه جنرال احمد الهوم ده رئيس لاداره الازمه وجنرال احمد الهوم ده مشى وطرد القفنه هناك بتاع النيل الازرق وحل المؤسسات اللي هناك دي ومارس طوالي عمليات بتاع تصفيات شخصيه لناس طوالي مشى اي زول عنده ما هو مشكله مشى سجنه وعمر بسجن بتاع ما بتاع محامين وقانونين كانوا اعترضوا في المحاكمه بتاع الرفيق الشهيد علي بندر السيسي هو مشى سجنهم طوالي استفاد من الاجواء الحاصله دي ومشى شال الزول ده اصلا ما مسجون ما وجهت له تهم لغايه هسه شالونه قالوا من السجن المفترض ينسجن فيه سجن بتاع العمومي مش سجنوه في رعاصه مالك ما في زول بسجنوه في رعاصه زول بسجنوه في السجن يا المدني يا العسكري انت بتسجن زول في سجن ما بتسجن زول في بيت زول فهم مش عاملوا الازمه في النيل الازرق دي حقائق برضو الناس يعرفوها وبالتالي هم استقفوا بمجلس التحرير استقفوا بقراراته استقفوا بالشعب بتاع المنطقتين وبعدين بيتكلموا كلام فارغ جو كلهم كلام فارغ في مجلس التحرير قالوا يا اخي الكلام اللي بناقشه مجلس التحرير ده كلام دي افكار بتاعت النظام مجلس التحرير ده فوق 15 نفر واحد منهم ما شاف قبل كده الخرطوم في منهم 3 نفر ما شافوا كادوغلي لغايه ما الحريب قامت ده منو بيعرف اول ده منو الحق بالاتهام ما هم قاعدين يقابلوا يوميا ما هو التفاوض ده جاي من الخرطوم اللي هم قابلوه في 15 جوله بتاع التفاوض ده ليه ما في زول اتهمهم قال لهم يا اخي انتوا قابلتوا ناس جو من الخرطوم اتهموا المجلس جنرالات زي جنرال حبيل كتن زي جنرال كوكوجاس زي جنرال اللوميلي زي عدد كبير من الجنرالات عندهم تاريخ ناصي جدا في الحركه الشعبيه تمام ممكن تجي في اجتماع زي ده تقوم تقول لهم كلام فارغ فالمحله دي كانت مشكله يعني عملت يعني خلت الناس يشعروا لأول مرة أنهم ما كان عندهم قيادة حقيقة لابد أن الكلام يتقال بشكل واضح لأنه نازل يعني أنت ما ممكن تجي تستخف بالقرارات بتاعت الناس وتزدري على الناس وبعد ذلك تمشي في طبعاً عندنا كلام برضو موجود الشهود بتاعته قاعدين هم مش قالوا يا أخي كوموندا عبد العزيز بقى ما طبيعي ده كلام أنا بفتكر أنه ده الدرجة الأسفل من اللا أخلاق ما ممكن يعني طيب لو مجنونين عايزينه مجنون طيب المشكله وين يعني الاستغاله المكتوبه دي استغاله بتاع الزور ممكن يكون ما طبيعي الكلام ده قالوا وما بقدر ينكره والناس اللي قالوا لهم نحن استنطقناهم بالصوت والصوره وهم الكلام برضه موجود وهم شهود حي يقولوا الكلام ده قالوا لهم طيب. فده انا بفتكر انه يعني الازمه دي ازمه تنظيميه دي ممارسة ديمقراطية المجلس التحرير استند على الدستور اداه حق الدستور قالت ولا مهيب ولا ما مهيب الناس رفاق على الحركة كلهم اتكلموا عن الدستور طردوا من التنظيم بسبب انهم ألغوا على الدستور زي الدكتور بكر عدم اسماعيل لو كان سيمو كلام بكر كان ممكن هسه لقوا لهم طريقة للحل ذاته هم رفض الدستور ده بيوب ده المجلس استخدم نص دستوري مع رسبه سلطاته طيب سؤال اخراني الدور بتاع الجماهير الشعب هنا كانوا واجهوا المجتمعين
أثناء انعقاد مجلس التحرير. ممكن تدينا نماذج من إنه الناس كانت آراءهم شنو، أسئلتهم شنو، والكونسنس بتاعتهم كان شنو؟ ال أول حاجة أنا ده صحيح حاجة، في ناس كتار كانوا بيفتكروا إنه القوة بتاعت الحركة دي بالذات كومراد ياسر وكومراد مالك بيفتكروا إنه القوة بتاعت الحركة دي موجودة في قيادة عدد من الناس فلان وفلان وفلان، ويفتكروا إنه ممكن يقلبوا لهم الطاولة ينفذوا لهم الحاجة اللي هم دارين. إنما القوة بتاعت الحركة في الجماهير بتاعت الحركة، في الناس البسيطين الموجودين في المناطق المحررة. من أول يوم قالوا كلامهم، قالوا ده منو قدم استغالة؟ قلنا لهم ده كوموندر عبد العزيز. قال هو بقدم استغالة لمنو؟ قلنا له قدمها لمجلس التحرير وقدمها لرئيس الحركة. قال ما نازل ما بقدموا لهم استغالة. قال عبد العزيز ده وصية، يوسف قوة ده وصية، ما عنده طريقة يقدم استغالة. يستمر ده كلام بتاع الشعب، يستمر لغاية ما يحقق لهم الأهداف بتاعتهم وطموحاتهم وكده، ويجي يوريهم ليه المشكلة ده منو عمل معه مشكلة ده. في ضغوطات تقيلة جدا، الشعب كانوا يعني بيفتكروا انه في غياب عبد العزيز ما في حركة. برضو الكلام ده انا كتبته كتير، والرفاق ده ما دارين يسموه الكلام ده، ما في ثقة في غياب بتاع عبد العزيز. الكلام ده لسه انا بقوله، في غياب بتاع عبد العزيز الجماهير والناس البسيطين جدا. ليه؟ لانه عبد العزيز ده شخصيه بالنسبه لهم دي شخصيه مختلفه خالص. هم بيفتكروا في غيابه ده غياب المشروع وغياب الفكره وغياب الهدف وغياب بتاع الطريقه اللي ممكن يوصلهم لتحقيق الاهداف بتاعته. فتعاملوا معانا بالشكل ده، والقرارات الصدرت دي كلها والمواقف الصدرت دي كلها دي اراده الشعوب. عشان كده انا قاعد اتكلم كل وقت اقول انه يا جماعه التغييرات اللي حصلت في القياده بتاعت الحركه دي اراده الشعوب، إرادة الشعوب بتاعت الناس القاعدين في النضال ده. قالهم دكتور جون قرم بيسويهم زي الموية، قال لهم لو ما فيشين الجيش ده سمك ما بقت، ما في سمك بقت بدون موية. أي حركة شايلة سلاح قاعدة مسيطرة على مناطق، المواطنين القاعدين ديل بيمثلوا لها الأساس الأساسي اللي هي بيمثلوا فيها وجودهم ده وجود الموية اللي بالنسبة للسمك ده. طيب المؤسسات دي كلها مارست السلطات بتاعتها ولاقت تأييد منقطع النظير من الشعوب. طيب يا أخي أنتوا ما احترمتوا المؤسسات دي وما احترمتوا عبد العزيز اللي هو قاعد يحترمكم أمره كله ده، يا أخي ما تحترموا إرادة الشعوب؟ لغاية هسه ما في زول داري يحتزر، لغاية هسه ما في إقرار بأنه هم قلتانين، لغاية هسه الناس زعلانين منهم. على فكرة برضو أنا لسه هم رفاقنا، أنا لسه بوديهم بوري بوص لسه بديهم معلومات. المواطنين لسه زعلانين منهم، زعلانين من مالك، زعلانين من ياسر، بيفتكروا انه اساؤوا للامانه ادوها لهم. طيب سؤال اخير، محتاجين يعتذروا، لسه محتاجين الناس اللي يعتذروا. ذا واي فورورد راح يحصل شنو في المستقبل من هنا ولقدام؟ بس التغييرات دي حصلت بقت التاريخ، يعني بقت حاجه في الماضي. نحن تجاوزنا الموضوع، والمؤسسات بتاعت الحركه هسه عندها حم واحد، وضوية بتاعت الحركة الشعبية كلها عندها هم واحد، اللي هو احنا قاعدين نرتب ونجهز للمؤتمر القومي الاستثنائي. طيب المؤتمر القومي الاستثنائي ده ليه دارين نعمله؟ دارين نعمله لأنه مشاكل بتاعتنا اللي حصلت دي كلها حصلت لحاجتين، غياب المؤسسات القومية وغياب الوسائط. طيب لأنه وقد يكون ما في عندك وسائق وما عندك مؤسسات، طيب الامال والتطلعات بتاعت الناس دي بتنفذها كيف؟ وبعدين التقنيه زول جديد جاي الحركه بشنو؟ ما لابد انه يكون في منافيستو يعرف انه ده رجل الحركه ده رجل شنو؟ انا ما داير الناس انضموا لاشخاص زي ما الناس هسه جو ضموا للحركه في القيادة بتاع الدستور والمنافيستو وشنو، جو في ناس جو للحركه. لكن طوالي هسه انتوا لو شفتهم طوالي هم هسه واقفين مع الناس الجو عشانهم، لانه ما لقوا مشروع ولا لقوا دستور ولا رؤيه بتاعت الحركه الا الرؤيه السابقه الموجوده. وحصل انفصال بتاع جنوب السودان ده حزه تاريخيه للسودان، ما في حاجه بعد الانفصال ده لابد ان يكون في مراجعه. المراجعه دي ما تمت، والمؤتمر هسه هيعمل المراجعه دي. ليه يعني الجنوب انفصل؟ مسؤوليه تاريخيه بتاعت الحركه شنو؟ عشان الجنوب مشى، هل احنا عندنا مسؤوليه ولا ما عندنا؟ ولو عندنا ممكن كان نعمل شنو عشان يكون في وحده وما عملناه؟ ف
فالمؤتمر هيعمل مانيفيستو ويعمل دستور وهيشوف الهدف برضه الاستراتيجي من التفاوض. لو ما في هدف استراتيجي من التفاوض لان نفاوض نظام متحالك ماشي ينتهي مع النظام ده. لو القوى السياسيه كلها اتفقت معانا وكده ما ممكن النظام ده نواصل الكفاح المسلح. الناس اللي ما دارينه ده مع الكفاح المسلح الخرطوم ده النظام بتاع الخرطوم ده نظام متعاكل ومنتهي واي ضغوطات منتظمه وممنهجه ممكن تشيله. فالكلام ده كله هيجي يتقال في المؤتمر والناس دي كلهم عندما الحق يجي ينتخبوا يقولوا الكلام ده. طلبنا منهم اعتذار يجي يعتذروا والدار يعتذر اللي ما دار يعتذر شايف نفسه لسه عنده كبرياء ما تخليه يعتذر ما يعتذر. ما في زول مجبور على اعتذاره وممكن يجي يرشح نفسه لرئيس للحركه الشعبيه ولسه الناس زاهدين في المناصب لسه ما عندنا مرشح للرئاسه ولسه ما عندنا مرشح للامين العام ولسه ما عندنا مرشح للنواب الرئيس. لغايه هسه المؤتمر باقي له اقل من شهرين ما في زول انا شفته قال انا مرشح نفسي لمقعد من المقاعد دي. فويلكم لكل وضعيه الحركه الشعبيه كل الناس اللي ممكن يجوا المؤتمر. اي زول يعنس في نفسه الكفاءه في انه يجي يرشح نفسه ويكون رئيس لاكبر حركه تحرريه في افريقيا ويكون رئيس لحركه يعني قويه ومتماسكه زي الحركه الشعبيه حركه عندها رغم في الحياه السياسيه السودانيه لا يمكن تجاوزها. ما داير من زول الا انه يحترم الشعوب دي اللي شالت السلاح ودفعت الثمن. ما دارين من زول غير انه يحترم رفاقه. ما دارين منه حاجه غير انه نعمل كلنا جماعه يعني بشكل جمعي واجلنا الجمع يكون ماشي في اتجاه الهدف الكبير والعدو بتاعنا الواحد. ما دارين من زول اي حاجه. ما عندنا مشكله شخصيه مع اي زول. اي الناس دي كلهم رفاق وعندهم التاريخ بتاعهم وعندهم النضالات ونحترم النضالات اللي قدموها ونحترم تاريخهم ونحترمهم حتى كاشخاص محترمين. ما عندنا اي مشكله مع اي زول ولا كاشخاص ولا حتى الشعب بتاع الاغريم عنده مشكله مع زول ولغايه هسه ما عندنا مشكله مع زول. حتى مع الناس اللي اساولونا وشتمونا وغزمونا وطلعونا نحن لسه قاعدين نحن دعاة النوبنا والقوميين النوبه وناس ما بنفهموا ونحن زي الناس اللي قتلوا جيفارا في الكونغو. كل الناس اللي قالوا الكلام ده ما عندنا معاهم مشكله. كل الناس النرجسيين دول كلهم ما عندنا معاهم مشكله. ده رفاقنا نحن اللي لسه عندنا لهم احترام وبرضه نحن دايرينهم يعني يحترموا الراي الاخر وراينا نحن كاخرين وحقنا فيها ان نكون اخرين. ما دي شعاراتهم قاعدين يرددوها من رفنام يعني ما يستمروا في التنفيذ بشعاراتهم دي ونحن لسه اخرين ومن حقنا انه يعني الناس يحترمونا زي ما من حقنا برضه نحترم. ولسه نحن انا شخصيا دلمان ده كان الحركه كلها اتخلت عن حق تقرير المصير. انا ما بتخلى عن حق تقرير المصير ياخذها من رايي الشخصي. ما لابد انه برضه الناس يحترموه وانا بناضل للراي بتاعي ده وبحترم راي السودانيين كلهم وبيزهم كلهم وبقدرهم واصدقائي كل السودانيين دي في عدد كثير من التنظيمات السياسيه اصدقائي وعندي معاهم اتصالات مع السودانيين كلهم وبهبهم ولذيذين وانا لذيذ معاهم وكده وبيجيبوا لي هدايا وانا بودي لهم هدايا وكده. ليه المشكله وين يعني؟ بس ما انا خلاص داير يعني انا شايف انه يا اخي تقرير المصير ده ممكن يعمل لي حاجه. ليه الناس بيفتكروا عنه زي كانه انا قاعد عازم في مالطا وليه زي كانه انا يا اخي بجد مجنون وزي كانه انا بجد ضد الناس وزي كانه انا بجد ضد العرب؟ ليه يعني؟ حق تقرير المصير ده عملوه العرب يا اخي. العرب ما ممكن برضه يعمل حق تقرير المصير ويطلب من الزحمه بتاعت الجوطه بتاعت الحصل دي. ما هي زول ممكن يعمل حق تقرير المصير؟ وليه يا اخي الحاجه انت تديها للجنوبيين وما قدرت تدينا لا ولون هنا طلبناه وتزعل وكده من القصه دي وتصفنا وصف ما جميل وتهدد ناس وترهب ناس ودار تشرد كادر من الحركه في حاجه بسيطه كده يعني ما انا ما شايف في حاجه مشكله كبيره دي. طيب شكرا كثير يا تشيكا. شكرا. انا داير صوتي ده يسمون رفاق يعني يصل ويعرفوا الحاصل شنو. شكرا.